هاي جريد تور، معاكم ميس إيمان سيد من قناة ميس إيمان. إن شاء الله النهارده هي جريد تور، هنكمل هنبدأ مع بعض ريفايز في كتاب كونكت بلس. بس قبل النهارده ما هبدأ ريفايز معاكم، أحب لسه أقول لكم إن أنا ليه إن أحب لسه أقول لكم ما تنسونيش الشير واللايك وسبسكرايب للقناة. أنا طبعا أنا بشكركم إن أنتم بتدعموني من خلال اللايك والشير والسبسكرايب، بس اتمنى برضو ان انا اتواصل معاكم من خلال الدايلوج بوكس تحت. اللي عنده سؤال واللي عنده حاجه عايز يعرفها يا ريت تبعتولي عشان نعرف نتواصل مع بعض. اوكي طيب، على فكره احنا شرحنا، انا شرحت قبل كده، شرحتكم قبل كده، عملت ريفايز في منهج كونكت وعملت ريفايز في منهج الديسكفر ولسه بكمله. فانتوا يا ريت تتابعوني عشان اوصل لكم كل الفيديوز الجديده. تعالوا بقى النهارده معايا يا جريد، يا جريد تو، هنعمل النهارده ريفايز على ايه؟ على منهج على المنهج بتاع كونكت بلس. تعالوا هنبدا النهارده نشوف ايه ايه النهارده اللي هنبدا نراجع. هنا طبعا انا على فكره انا مديلكم الريفايز ده، معمول اللينك بتاعه موجود عندكم في القناه، اللي عايز يخش ويتابع معايا ادخلوا وافتحوا اللينك وتابعوا معايا الحاجات اللي كلها. هنا بيقول ايه؟ احنا اول حاجه هنبدا بقى ايه؟ ريفايز. انا بمسك ريفايز يونت يونت، بنراجع مع بعض الكلمات اللي كنا فيها، الجرامر، الحاجات دي. تعالوا بصوا هنا معايا بيقول ايه؟ نمبر 1 وي جيت ميلك فروم كاو. فين هنا البيكتشر اللي بتقول، البيكتشر اللي بتقول وي جيت ميلك فروم كاو؟ نمبر 3. نمبر 1 از نمبر 3. اتس راني توداي. انه ممطر اليوم. ويتش 1 از راني؟ ذيس 1، ذيس بيكتشر. ذير از هورس اون ا فارم. في حصان في المزرعه. ذيس 1. طب it was sunny yesterday day. كان ايه؟ كان مشمس بالامس. نمبر 4 is number 8. طب تعالوا نحل مع بعض. It's one. هنا بيقول ايه؟ This is basket is from Nova. الباسكت ده من النوبة. فاكرين ان احنا لما اتكلمنا عن ان كل سيتي الفيموس ان ايه؟ ان المانيفاكتشر بتاعت كل سيتي. فاكرين لما اتكلمنا في اليوم ده؟ فاكرين؟ اظن كلكم فاكرين. لو رجعتوا للفيديوز هتلاقوا كلام مشهور والجرامر مش حاجه، مش تتابعوا معايا برضو ايه، تابعوا الفيديوز مع الريفيجن اللي احنا بنقوله. This basket is from Nova. فين which one is this basket? This one. يبقى number one is number C. I like meat. Which meat here? Number D. يبقى so. Number two is number D. Excellent. We get eggs from chickens. بنحصل على البيض من الشيكنز، من الفراخ. يبقى number three. يبقى so number three with number A. طيب ده رك اللي هي المشاية is made of wood. الرك دي ايه؟ المشاية او الـ او الدواسات الصغيرة دي معمولة من اللصوص. This is this one. Number four is number three. تعالوا نشوف كده بيقول لي ايه؟ read and note. This is the Egyptian flag. Flag يعني ايه؟ العلم، العلم المصري. Which one? This one. نعمل السلكتك على ايدي. طيب the desert is hot. الصحراء حر. فين ويتش ديزرت؟ ذيس از ديزرت. نمبر 2 از نمبر 3. ذير ار ماونتنز. هناك جبال. فين ذا ماونتن؟ نمبر 3. نمبر دي از نمبر 3. طب وي جو تو ذا بيتش تو سويم. بنذهب للشاطئ بنذهب. نمبر 4. يبقى نمبر 4 از نمبر 8. اوكي تعالوا بقى مع بعض كده. بص هنا بقى معايا، هنا الكلمة الناقصة ايه؟ انا هحل لكم كام واحدة وانتوا يا ريت ايه تبقوا انتوا تذكروا الكلمات. انا هديكم يعني كده ايه، يعني جزء كده انا هحله وانتوا تحلوا، تحاولوا تحلوا ده. هنا كلمة ايه يا جريد؟ بوت اللي هي غنزة. طبعا الكلمات لو انت حافظ الكلمات هتعرف تحل. هنا ده هنا ايه؟ ميلك. هنا ميت. على فكرة احنا لو حافظين الكلمات يا جريد، يا جريد 2، هنعرف نحل السؤال ده وهيبقى سهل بالنسبة لنا، بس لازم الفوكاب تبقى محفوظة. اوكي تعالوا نبص مع بعض. هنا ايه؟ هنا ايه هتبقى ايه؟ هنا كلاودي. هنا كلاودي. كلاودي هنا ال يو دي. فوجي. او جي او دبل جي واي. تشيب. سن. طبعا الكلمات موجوده عندك. ويندي. لايتنج. تشيكن. هنا ايه؟ تشيز. هنا ايه؟ تشيز. تشيز.
جراف اللي هو جاتيه، فود فروت 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 اللي هو فيضان، ران باسكت بيراميدز ديزرت ماونتن ريفر. طبعا انا مش عايز اقعد اكتب كل الكلمات دي عشان انا مش عايز بس اطول الفيديو، بس يعني انا ايه بقول لكم الحاجات اللي ايه اللي ممكن ايه تكتبها. يعني مثلا نيجي سؤال، على فكره السؤال بتاع الجريد سؤال اللي هي يجيب لك كلمه وانت ترتبها، او يجيب لك المسج لتر، كلا الحاجات لازم تبقى حافظ الكلمه تكتب دي. يعني انا لما يجي لي كده وابقى الفيتشر قدامي كده اعرف دي اعرف ايه يعني. لو انا حافظ الكلمه هكتبها على طول هنا، لو انا شايف دي الفيتشر قدامي اقول ما فيش على طول، لو انا حافظ الفوكاب هكتب على طول رابط. هنا ايه؟ هنا هتبقى دي ايه؟ لاي دي ايه هنا؟ هنا دي وول. هنا كارت. هنا إيه؟ لا بريد، هنا بريد بريد. ايه؟ طب ايه قول. طب انا دلوقتي قلت لكم كم كلمه، انت حاول بقى انت ايه تبقى حاول. لو انت حافظ الكلمات هتعرف تعرف انت ايه في الدنيا. اوكي ادي قلت لكم بعض الكلمات. هنا ايه فلاج هوت كولد، هنا ايه دي اسمها ايه، هنا جلاس تشير، هنا ايه بلين كلوك وسيز ليك بحيرة. طب تعالوا نحل موضوع الاكسرسايز اللي قدامنا ده. هنا بيقول ايه سبيس هاز جوت ويجز، ايه اللي هي بيبقى عندها ويجز؟ هل الكاو عندها ويجز؟ الاجابه رغم. طبعا تعالوا نحل مع بعض كده. هنا ايه مين اللي بيبقى عنده ويجز يا جريت؟ مين هنا عنده ويجز؟ اللي ايه دوغ. طيب وي جيت سبيس فروم شيب، بيجيب ايه من الشيب؟ طبعا هنجيب وود رونج، وود يعني خشب، ميتال رونج. طبعا طبعا انت ليه انت بتعمل كده ليه؟ عشان بعرفكم انت في الامتحان انت بتفكر ازاي. وي جيت اند، احنا بنحصل على البيت فروم تشيكنز واحنا مغمضين على طول. سبيس جيت ميلك فروم كات، طبعا هنا عندي وي يبقى هنستخدم ايه؟ هنقول المفروض هنا ايه؟ هنستخدم مش هقول ايه ار وي، ما ينفعش ما ينفعش ار، يبقى ما ينفعش داس وما ينفعش ار، يبقى هنقول ايه دو وي جت. هل نقدر نكتب يبقى دو عشان انا عندي هنا وي. احنا قلنا لما بنبقى عندنا شي بعد ذلك بتدو شي وهي وايت، بنستخدم معاهم ايه داس بعد ذلك بتدو بنستخدم داس. واي ويو وي زي ما بنستخدم ايه دو اي يو وي زي، بستخدم معاهم ايه؟ بستخدم معاهم دي. اوكي لازم تبقى عارفين الكلام ده يا جريد 2 عشان تعرف تحل في الامتحان. احنا لو عرفنا الحاجات دي هنعرف نحل. تعالوا بقى نكمل مع بعض، انا احل لكم وانتوا تكملوا بقى، انتوا الباقي تحلوا لوحدكم. هنا ايه دول؟ طبعا هي نيجاتيف، هنستخدم ايه نو there is no water in there، ما فيش no water in ايه في الريفر. طبعا الريفر في في around not in river not in sea، يبقى فين in there. اوكي
هنا بيقول بقى ايه، it was cold and space yesterday. cold and ايه، cold and هيبقى طبعا ايه cloudy، استحاله ان هو يكون فاضي او هوت. طب glasses are made of ايه، glasses الزجاجه هيبقى معمول ايه from glass طبعا. space is weather like today. what يقول ايه المفروض ايه، what's weather like today، ماذا عن ايه طقس اليوم، او ماذا عن طقس اليوم. طب the space nine is in Egypt. the ايه river nine. طيب farmers grow space and pigs grow ايه leaves، طبعا مش هيعملوا مش هيزرع بيتلز ولا هيزرع ادمون. the high طبعا هو مغبب كده، high dale is very big. ايه or ان is a place in the desert with water، اللي هي ايه is a place in desert with water، اللي هي ايه to seas. طيب people use wood to space carpet to wave ينسجوا. طيب we do exercise to get fit، عشان يكون ايه عندنا ايه لياقه. طيب تعالوا هنا مع بعض، هي بيقول لي ايه بقى، بيقول لي we go to school، احنا بنروح المدرسه ليه؟ to learn، عشان نتعلم. this rug is made of wool، مصنوع من الايه من ال من اللحوم. it's hot and sunny today، انه حر وايه ومش نصف اليوم. the clock is on the wall، the clock is on the wall. number four is number D. يبقى we go to school to learn. number one, number one is number D. this rug is made of wool. number two is number C. it's hot and sunny today. number three is number A. the clock is on the wall. number four is number D. تعالوا نتكلم مع بعض ده. this chair is كذا. what was the space we go to the library there are cows. the chair is chair، احنا عندنا chair is made of ايه، طبعا احنا مغبضين كده بنزود يعني بنزود بيولوجيك، عارفين ان ال chair made of ايه wood، يبقى number one is number B. what was the weather like yesterday، طبعا بتقولوا قلتوا لي ان اخترنا بالنسبه لي هنا اتقال yesterday عشان انا استخدمت was، وعندي هنا ايه، عندي هنا was وعندي هنا yesterday، لان هو بيسال عن الوذر yesterday not today. يبقى لو today اقول what is the weather like today، لو كان عايز ايه يسال في present، يبقى what was the weather like today like yesterday. number two is number C. we go to the library، ليه احنا بنروح ال library to read books. number three was number D. there are cows on the farm. number four was number A. طيب انا هحل لكم في ال free arrange دي 3 sentences، كنت هحاول احل الباقي هم في كل حاجه. هنقول space to هنا بقى to when they we yesterday fall، طبعا انتوا عارفين القاعده اللي احنا عارفينها لما بنيجي نعمل ال rearrange، حفظناها قبل كده اهوت وهحفظها لكم مره ثانيه. subject plus ال verb plus ال object. انا هعمل كده 3 sentences، كنت تحلوا بقى الباقي لوحدكم. هنجي هنا نقول ايه السبجكت اللي هو هي السبجكت نون، اللي هي وي وين، هنقول هنا وي وين، احنا ذهبنا نحن ذهبنا تو went to the farm yesterday، ذهبنا الى المزرعه بالامس. to the farm we went to the farm yesterday. مفيش كوتش وارك في السنة. وات إيه وات إيه ذا ويزر لايك تو، وات از ذا لايك تو، ماذا عن الطقس اليوم؟ وهنا بنقول وي جت، نحصل على جت اجز from get from it from chip.
فروم بقى بعد كده عندكم فروم فور تيل ذا اند از ايه هم. على فكره البي دي اف بتاع الاختصاص البحري ده موجود عندكم في القناه، تدخلوا تحلوا وتبعتيه. يبقى فروم احنا حليت لحد نمبر 3 من اول فور بعد حد الاخر، حاولوا تحلوه لوحدك. فمش عايزه بس اقعد احل كتير عشان ايه الفيديو بس ما يبقاش طويل. فيس كام فلاي، مين اللي هنا كام فلاي؟ دي ايه المدلة دي؟ الوات دي يا جريد ده دي ايه كام فلاي؟ تعالوا نبص كده مع بعض، مين اللي هنا كام فلاي؟ ده ايه ده؟ ده كام فلاي؟ اتس سبيس توداي، اتس سبيس توداي. هو ايه دلوقتي؟ هو هنا المفروض ان هو ايه؟ وينزداي. وينزداي يعني ايه في ريال؟ وينزداي اتس وينزداي توداي. Space is made of wood. ايه made of wood؟ طبعا chair. يعني ده ايه؟ chair. ده chair. I like هنا I like ايه؟ cheese. I like cheese. طبعا تقولوا طبعا هو لسه هنا جايب لنا كلمة زيادة، هو بيجيب لك كلمة زيادة عشان ايه؟ يلخبطك يشوفك هتعرف تجاوب ولا لا. تعالوا نحل مع بعض التاكست دي. طبعا هو في الامتحان بيجي لك حاجة اسمها comprehension. comprehension دي يعني تاكست كده، وانت ايه بتحل بقى ايه؟ الكوتشنز اللي عليها. تعالوا نقرا مع بعض ونقول ترو اور فولس ونحل الكوتشنز اللي عليها. I live in Cairo with my family. انا اعيش في القاهره مع اسرتي. We like to travel to other places in Egypt. بنحب نسافر اماكن كثيره في مصر. Sometimes we go by car. احيانا بنروح بالعربيه. Sometimes we go by train. واحيانا بنروح بالقطار. I like to visit different places to learn about Egypt. انا بحب اروح اماكن كثير في مصر عشان اتعلم حاجات. Some of them are closed. بعض منها بيبقى مقفول. And some of them are far away. وكتير منهم بيبقى كتير، بعضهم بيبقى مقفول وبعضهم بيبقى ايه بعيد عنهم. طيب I live with my family. الإجابة هنا تبقى true. طب sometimes we go by plane. هو طلع جاب سيرة plane هنا خالص؟ لا، هو قال لك ايه by train by car or by train. يبقى by plane هتبقى فرصة على طول. I like to visit different places. هنا بيقول I like yes. طب I like I live I live I live in Alexandria. فين هنا هو فين ده I live إيه؟ لا هنا I live in إيه؟ Cairo. إجابة false. Today I stop here. Next class I will revise unit 8. Thanks a lot and see you again. Goodbye.